نروح لأخبار القلعة الحمراء. النادي الأهلي نبتدي من عند أكرم توفيق لاعب الفريق واللي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق بعد غيابه عن المشاركة بسبب الإصابة بنزلة معوية. وفضل الجهاز الفني إراحة اللاعب الفترة الماضية لحين اكتمال تعافيه، ومن ثم الانضمام للاستعدادات الفريق لمباراة الاتحاد السكندري بدوري نايل. كمان شهد مران الأهلي تصعيد ياسين عبد الحميد حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2006 للمشاركة في تدريبات الفريق لتعويض غياب الثنائي الدولي محمد الشناوي ومصطفى شوبير نظرا لتواجدهم في معسكر منتخب مصر حاليا. بيشارك في مران الأهلي حاليا ثلاث حراس وهم حمزة علاء ومصطفى مخلوف وياسين عبد الحميد. أما كمان عن أخبار النادي الأهلي، فأعرب خالد عبد الفتاح لاعب النادي الأهلي عن تقديره الخالص لجماهير الأهلي واعتزازه الكبير بالدعم والمساندة من الجماهير منذ انضمامه للنادي. قال عبد الفتاح في بيان نشرته صفحة رسمية للنادي أنه بيعتذر عما تناوله عبر حسابه بمنصة إنستغرام بشكل عفوي وغير مقصود بالمرة، وأنه هو بيرفض أي مساس بمشاعر جماهير النادي الأهلي اللي طبعا بيدين ليها بالكثير وبتقف دوما خلف اللعيبة والجهاز الفني وبتتحمل الكثير من أجل انتصارات النادي الأهلي. بتعود أزمة خالد عبد الفتاح بتهنئة مروان حمدي لاعب بيراميدز عبر حسابه على الإنستغرام في عيد ميلاده، وهو ما اعتبرته جماهير النادي الأهلي استفزاز لها بعدما سبق وقام لاعب بيراميدز بسب النادي وجماهيره في مباراة الفريق الموسم الماضي. أما بقى عن سواسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فاستعان بمدافع الفريق الشاب عبد الرحمن عماد النحاس وهو نجل عماد النحاس لاعب النادي الأهلي السابق عشان يتواجد في تدريبات الفريق الأول ويدعم خط الدفاع. بتشهد تدريبات النادي الأهلي غيابات في خط الدفاع بعد إصابة ثنائي الفريق رامي ربيعة وأشرف داري، وهو ما دعا لكولر لتصعيد اللاعب الشاب والاستعانة بقطاع الناشئين لتعويض العجز المتواجد حاليا واكتشاف مواهب جديدة بالنادي الأهلي.